السؤال عن دور المثقف العربي وفاعليته في مجتمعه وفي المجال السياسي العام قديم متجدد، غير أن الإجابات عليه تكاد تتفق على أنه دور ضعيف أو ربما غائب، على الرغم من مساحات وهوامش متاحة من الحريات العامة في غير بلد عربي. وفي دول الخليج يبدو المثقف الخليجي مهمشا ودوره أكثر ضعفا، بل صار بحسب دارسين في شؤون الخليج سلبيا وعلى درجة من الضعف والقبول بالعيش على الهامش. السلطات الرسمية تنظر إلى النتاج الثقافي الجاد بارتياب وبأنه قد يكون مؤشرا خطرا على الاستقرار، وذلك بالتوازي مع تطور كبير في البنيات التحتية لمؤسسات ثقافية مثل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت ودائرة الثقافة والإعلام في الشارقة والحي الثقافي كتارا في قطر وغيرها. إلا أن الثقافة لا تبدو فاعلاً مؤثراً في بنية السلطة التي غالباً ما لا تتصف بالتسامح ولا تشيع المقادير الكافية للحرية ليتقدم الإبداع الفني والأدبي والنتاج الفكري. لكن دول الخليج ليست على سوية واحدة، فحضور الشأن السياسي في الإصدارات السردية في الكويت والبحرين أقوى من غيرها، والتطور ملحوظ في الكتابة السردية الروائية خصوصاً مع وفرة في الأصوات النسائية الخليجية وتناولها مساحات من المسكوت عنه تتفاوت من بلد إلى آخر. كيف نقرأ هذا كله؟ كيف نصله بالمسألة الثقافية العربية عموماً؟ والأهم، كيف نقرأ دور الإبداع والثقافة في هذه المرحلة التي تستعد فيها دول الخليج لتغييرات نوعية في الرؤية إلى الواقع والرغبة في التحديث واستحقاقات المعاصرة المتغيرة واشتباكها مع التقاليد الراسخة؟ فهل تواكبه مساحات في الحداثة وحرية الإبداع ترتقي لما تطرحه من رؤى في الاقتصاد والسياسة؟ وأين هو المثقف الخليجي من هذا كله؟